احنا لسه هنكمل كلامنا مع الرياضه او عن الرياضه والبطله المصريه رحاب رضوان اللي فرحتنا كلنا بتألقها العالمي وحصولها على الميداليه الذهبيه في منافسات رفع الاثقال بدوره الالعاب البارالمبيه باريس 2024 بعد ما نجحت في منافسات نهائي وزن 55 كيلو في اقتناص الميداليه الذهبيه. احنا بقالنا يومين تقريبا على الساحة الرياضية وغير الرياضية وعلى السوشيال ميديا ملناش حاجة غير الاحتفال بالأبطال المشاركين في البارالمبياد في هذه النسخة. طبعا البطلة رحاب أحمد رضوان عندها تاريخ مشرف جدا وسبق وحققت ميداليتين خلال منافسات ريو دي جانيرو وطوكيو، ميداليتين برونزية وفضية. معانا دلوقتي على التليفون الأستاذ أحمد رضوان والد البطلة رحاب رضوان. صباح الخير عليك يا أستاذ أحمد. صباح الفل يا باشا. يا أهلا بيك، أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله يا باشا، الحمد لله في الحمد فرحان الله. طبعا فرحان طبعا ومبسوط. الحمد لله يا باشا، الحمد لله الحمد لله طبعاً. وشكر لله يا رب، ربنا يبارك لك يا رب، والف مبروك لرحاب، ويعني انجاز كبير جدا احنا كلنا فخورين بيه. هل انتوا كنتوا متوقعين؟ هل رحاب وهي مسافره قالت لكم انا رايح اجيب ميداليه ذهبيه وراجعه؟ قالت والله، قالت وهي ربنا يا رب، هي تعبت كتير يا باشا، وربنا يوفقها يا رب دايما ويسعدها وترفع على مصر في جميع الدول يا رب يا رب. يا استاذ احمد، بس انتوا ما شاء الله عليكم متعودين، يعني رحاب تروح تجيب الميداليه وترجع، يعني ريو دي جانيرو برضو وطوكيو، يعني هي متعوده ما شاء الله عليها ان هي تعمل حاجات محترمه قوي وتجيب ميداليات على طول. والله حضرتك رحاب تعبت في حياتها وربنا بيكافئها يعني، وهي مجتهده جدا ودايما بتحط هدفها قدام عينيها ودايما عشان توصل له. يعني تعبت ايه بالظبط؟ يعني قول لنا ايه المشوار بتاعها كان عامل ازاي؟ التحديات اللي واجهتها والصعوبات. حضرتك رحاب وهي عندها سنه ونص سنتين كده تعبت، جالها سخونيه، وبعدين رحنا مع عشان الاطفال بامبابه وقعدنا نلف بيها والعلاج الطبيعي وبتاع، وبعدين الدكتور احمد يحيى بتاع المخ والاعصاب قال لي يا ابني هي هتفضل كده. قلت له الحمد لله على قضاء ربنا، الحمد لله تمام. فطلعت ربنا بقى ايه، بقيت اوديها الكتاب. بدات اوديها الكتاب وبعدين حافظ القران الكريم الحمد لله رب العالمين في الابتدائي. ما شاء الله. وبعدين اللهم صل على النبي، يعني كل يعني رحاب الحمد لله كانت بتتكرم كل سنه بتطلع من الاوائل. كل سنه بتطلع من الاوائل الحمد لله والشكر لله، حافظ القران الكريم، وبعدين انت حضرتك بقى اخذت الابتدائيه والاعداديه والثانويه. وهي راحت الجامعه في الزقازيق، هي معاها رصاصه ده بقسم انجليزي. قابلها كابتن عبد الحميد فارس، كابتن عبد الحكيم فارس بتاع نادي الشرقيه. قال لها انت رايحه فين؟ قالت له انا رايحه الجامعه هنا في جامعه الزقازيق. قال لها ما تيجي تتدربي معانا وتشوفي. قالت اتدرب ازاي؟ انت شايفني انا ماشي على العكازين وبتاع. قال لها تعالى جربي اسبوع اثنين ثلاثه، وبعد كده ان عجبك كملي معانا، ما عجبكيش يبقى انت ايه. فجات لي وقالت لي الوضع كذا كذا كذا، فرحت له رحمه الله عليه. قال لي ما تعملش ما هي في عينينا. فبدا الراجل اللي حفزها وربنا يديله الصحه بقى، خدت بالك يا لحد خد بطوله الجمهوريه في نفس السنه. ما شاء الله كده، خد بطوله الجمهوريه. وبعد كده حضرتك بقى ربنا كرمها بقى، راحت ايه سافرت دبي. حصلت على الميداليه الذهبيه 2013 في دبي، و2014 برضه الميداليه الذهبيه 2014 دبي، و2015 في المجر، والميداليه الفضيه 2016 في البرازيل. ما شاء الله. وبعدين بعد البرازيل حضرتك يعني حصلت على الميداليه الفضيه برضه في طوكيو 2020. والحمد لله على كده ربنا كرمها في باريس الحمد لله السنه دي، وطلعت حصلت على الميداليه الذهبيه، ودايما يا رب توفقها يا رب. طب يا عم احمد، عاملين في البيت عندكم حائط بطولات لرحاب؟ يعني مجهزين حيطه كده بتعلقوا عليها الميداليات والشهادات والحاجات دي؟ ما شاء الله والله، ميداليات حضرتك ما شاء الله، يعني الصحفيين عملوا ايه الميداليات دي كلها؟ ما شاء الله، تستاهل كل خير بامانه ربنا، لان مجتهده وربنا يوفقها يا رب. ما فيش حد من اخواتها بيلعب رياضه؟ لا حضرتك لا. طب ما يلا بقى، ما احنا واضح ان البيت ما شاء الله عنده قدرات في رفع الاثقال. ان شاء الله عندها رانسي، ان شاء الله ندخلها بامر الله بامر الله. بنتها رانسي عندها خمس سنين كده ما شاء الله، عندها في سنه خمسه ابتدائي ان شاء الله. احنا عايزين نيجي نتصور جنب دولاب البطولات ده يا عم احمد. انت تشرف يا باشا، ربنا يخليك يا رب. حضرتك يا باشا تسلم. يعني هي بدات اصلا ممارسه الرياضه بقى في الكليه؟ يعني ما بداتش من وهي صغيره؟ لا وهي رايحه في الكليه قابلها. بص هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى طبعا، وهي رايحه الكليه قابلها الكابتن عبد الحميد فارس قدام الجامعه وهو شغال في نادي الشرقيه. قال لها تعالى يعني، قالت له هيجي ازاي؟ شافني ماشي بعكازين وبتاع.
لا تعالي جرب معانا اسبوع 2 3 عاجبك. هو النصيب يا عم احمد، النصيب، وعشان هي عشان هي مجتهده، عشان هي مجتهده في كل حاجه بتعملها، فربنا كرمها ويوفقها يا رب ويبارك لحضرتك فيها يا رب، ودايما مبسوط بيها وفخور بيها كده يا عم احمد ان شاء الله. ربنا يعزك ويبارك فيك يا باشا. الله يخليك، شكرا جزيلا للحاج احمد رضوان والد البطله رحاب رضوان.